مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة بالعربي. أنا عامر، واليوم الحلقة مع ملكة جازماتي. ملكة سيدة أعمال، شيف الطراز الرفيع، قدرت كمان كلاجئة بألمانيا خلال سنوات قليلة تقدر تفتح مطعم لإلها وتأسس مطعمها ببرلين، وحتى أنه قدرت توصل للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طعميها من أكلاتها. بحديثي مع ملكة حكينا مو بس عن الشغل، وإنما حكينا عنها كإنسانة، حكينا عن حياتها الزوجية، حكينا عن الأشياء اللي بتصادف ملكة كلاجئة كإنسانة عندها شغلها، وعن كتير شغلات تانية. كمان حابب أضيف أنه راعي الحلقة اليوم هو حسان هو ابن ملكة يلي عمره 3 سنين، واللي ضل قاعد بالغرفة المجاورة لغرفة أمه وهي عم تعمل المقابلة بدون ما يعمل أي مشاكل أو يطلع صوت. ممكن خلال المقابلة تسمعوا شوي من صوته، ولكن هو خلال المقابلة كاملة كان قاعد لحاله بالغرفة وقدر يتحنى الفرصة أنه نعمل المقابلة بدون ما يكون في أصوات بالخلفية. فحسان أنا بتشكرك كتير من قلبي، اتمنى لكم استماع حلو. خلينا نبلش. Deutsch Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني. أنا عامر، وضيفتي اليوم بتطبخ ولكن بطريقة مختلفة عن الكل. ما بتحب تسمي حالها بالشيف، ولكن هي ملكة الشيفات. قدرت توصل فنها بالطبخ من مطبخ صغير بمسكن اللجوء للناس، ويلي قدر يوصلها لتعمل برامج طبخ على فضائيات مشهورة، وحتى أكثر من 30 مقابلة مع قنوات عربية أو ألمانية أو حتى عالمية، وقدرت تحقق حلمها بأنه تفتح مطعمها الخاص يلي بتقدم فيه أشهر المأكولات السورية يلي بتعملهم على طريقتها الخاصة. وحلمها كلاجئة بألمانيا ما لح يوقف هون، وإنما هي عم تشتغل هلأ كرمال تعمل علامة تجارية خاصة فيها، يعني سيدة أعمال من الطراز الرفيع. بصراحة مقولة لكل من اسمه نصيب مو دائما بتصيب، ولكن مع ضيفتي اليوم صابت وكترت كمان، لأنه هي ملكة كتير قلوب من الناس. ملكة أهلا وسهلا فيكي بعربي ألماني، بتشكرك أهلين عامر، شو على أول مقابلة. كتير حلو، الله يخليك. ما في كلمة بقدر أعبر إنه قديش حلو هذا الحكي، يعني وقديش بيسعدني أكيد، والله يجعلني هيك عند حسن ظنك وعند حسن ظن الجميع يعني. بس أكيد يعني أكيد ماني ملكة، لا يعني هو بس اسمي. إن شاء الله أكون بشغلات إني قدرت حصل رقم بأمكنة معينة وكون بستاهل شوي من هذا اللقب، يعني شوي يعني، وهذا بيكفيني. شكرا كتير لإلك ولهالمقدمة اللي كتير ظريفة وحلوة. ميت أهلا وسهلا فيكي، وأنا بصراحة يعني بتشكرك كتير. وممكن تقلينا مين هي ملكة جزماتي؟ أنا صبية سورية، دائما بقوله مثل كل الصبايا السوريات. حاولت لما أجت على بلاد اللجوء بحبش جواتها على شيء يساعدها، بجوز يكون ملهم للسيدات السوريات اللي حواليها. فلقيت انه الطبخ هو عامل مشترك بيناتنا كلياتنا. بلشت منه، عمري حاليا 33 سنة، كنت بدرس أدب عربي وعلاقات دولية وعلوم سياسية، يعني شهادتين مختلفتين، أدب عربي بجامعة دمشق، وبعدين بلشت عم بدرس علاقات دولية وعلوم دبلوماسية بالأردن بجامعة العلوم التطبيقية. وبسبب الظروف اللي كلياتنا عم نمر فيها، أول جامعة تركتها بسوريا وتاني جامعة كمان بالأردن تركتها لحتى أجي على ألمانيا وبلش من مطرح ما بيشبه المطرحين أبدا، سوى أنه شوي شوي فيك تقول بيشبه السياسة، يعني أنه السياسة هي طبخة، بس أنا بشوفها أنه طبخة مسمة للشعوب السياسة حاليا، مع أنه هي على أساس وجدت لحتى تقرب مصالح الشعوب من بعضها. والمطبخ هو مكان بيطلع شغلات ظريفة، بأسوأ الأحوال بيطلع لنا شغلات بتسمن بس ما بتسمن. اوكي، فهي ملكة هيك باختصار. يعني حاليا عندي مطعم بمدينة برلين، عايشة انا وزوجي وابني كمان بمدينة برلين. المطعم يعني رغم انه هو صغير، وكتير بشوف هاي ردات فعل عند العالم، لما كتير بيجوني عالم من برا ألمانيا اصلا، يعني سواء عرب
من برا ألمانيا، أو حتى بيجوني كتير أشخاص من أمريكا ومن بريطانيا بيقولوا لي إنه حاطين اسم المطعم على، يعني كيف مثلا جايين نزور بوابة برلين وكاتبين المطعم، نتيجة إنه سمعوا عن بالصحف العالمية وبقنوات التلفزة العالمية، CNN عملت تقرير، في لي حلقة على نتفليكس، فكتير بيجوني أشخاص إنه إحنا شفناك على التلفزيون، بس بيتفاجئوا لما بيشوفوا انه المطعم مانو كبير مثل ما هم متخيلين. دائما احنا بنفكر النجاح هو بنقيسه بالحجم بالكم، وانا نجاحي يعني الحمد لله هو نوعي، ابدا مانو كم، فهيك مطعم صغير بس الحمد لله عم يوسع عالم كثيره. يعني بتخيل انه مطعمك بيوسع عالم كتيرة، ولكن هذا الشيء اللي انا حكيت فيه هلا قبل شوي، موضوع الطاقة الإيجابية، وقديش محلك بيوسع كتير ولكن قلبك بيوسع اكتر بكتير. ومشان هيك بتخيل انا انه العالم عم تجي لعندك تحب تاكل عند ملكة، لانه ملكة انسانة عندها طاقة إيجابية بشكل رهيب، وضحكتها نخليك يا عم، بتفتح القلب. يعني هلا الشيء اللي انا عم بعمله وعملته، في كتير ناس بيسالوني انه شو هي الوصفه، يعني كم، يعني لحتى نعمل مشروع مثل مشروعك قديش لازم تكون البادجت تبعنا؟ بقول لهم يعني والله يمكن لازم تكون البادجت تبعكم شي نص مليون يورو. بيقولوا لي انت بلشتي هيك؟ بقول لهم لا، انتوا سالتوني عن البادجت، لحتى تعملوا هذا الشيء هيك بدكم فلوس، بس إذا بدكم شو الوصفة غير البادجت هي بجوز ما بدها أكثر من 50,000. كيف؟ هي عبارة عن شيء أنتم بتكونوا حاطينه ببطمورة الحياة. يعني أنا لما كنت أشتغل بالأردن ما كنت أشتغل بمساعدة اللاجئين، يعني كنت أحاول أخدم اللاجئين بقدر الإمكان من استطاعتي، فهذا الشيء حسيته كان بمطمورة الحياة. فلما اجيت على ألمانيا كنت اكيد بوقتها بالأردن ما كنت شوف اي شيء ممكن، يعني بس تعب. كان اكيد الحال انك تكون بخدمة الآخرين هو شيء مو سهل، انك تحاول تأمن طلبات الآخرين هو ابدا مو شيء سهل، لانه انت بتكون عم تعمل اقصى ما عندك وهن بيكونوا متوقعين اكثر من هيك، فدائما انت شو ما عملت ما عم ترضي الاخرين. فكتير كان متعب عملي مع يعني خدمتي للاجئين، كتير كانت متعبة، وكنت اشوف انه هي يعني كنت ما اشوف رد، وكتير اشخاص من العاملين بالحقل الاغاثي كانوا دائما يقولوا نفس الكلام، لحتى طلعت على المانيا شفت الرد. فهي مو فقط طاقة إيجابية رب العالمين، أكيد بحس إنه رب العالمين أعطاني هي القدرة إنه شوف الأشياء، الشيء المليء من الكأس وما أطلع على الشيء الفارغ، وهي هي الطاقة الإيجابية. بس بنفس الوقت بحس إنه في شيء كان مخبأ بحصالة الزمن وشفته هون بألمانيا، فبعتقد الوصفة هي هيك. لا أنا وصفة فلوس كثيرة كان بلشت فيها المشروع تبعي، بالعكس يعني أنا بلشت لما أول إيفنت عملته بألمانيا كان من وراء أني أنا بعت سيارتي بالأردن وإجيت، فكان مثل هيك يا نصيب، يا بعمل هذا الإيفنت وبربح، يا حتى هال 2000-3000 يورو اللي معي رح يروحوا. فيعني القصة أبدا ما بتتعلق بالفلوس، بتتعلق بقديش في عندك شغلات حاططها بخزينتك وهلأ عم تاخد ثمنها. كتير حلو ملكة. وقت أنت جيتي على ألمانيا أول شهر بألمانيا، شو كانت تطلعات ملكة؟ شلون كانت هي بتشوف ألمانيا وقت كانت بالأردن؟ وشلون وقت إجت على ألمانيا وعاشت أول شهر بألمانيا صارت تشوف ألمانيا؟ أكيد مثل أي حدا كان بدولنا العربية بيشوف من الميديا، ونحن غالبا أشخاص بنتأثر بالأشياء السلبية، يعني هيك بتقعد براسنا يعني، ونحن بننقل طاقة سلبية، مو كلنا بس يعني إنه طالعة على ألمانيا، بتعرفي إنه كتير صعب تعيشي هنيك وإنتي محجبة، بتعرفي إنه هنيك كتير بتهدوا العرب، بتعرفي إنه من كذا سنة في واحد ألماني قتل واحدة اسمها مروة، هي صبية مصرية بس لأنه محجبة. صرت فعلا تعرفي إنه ما بيشتغلوا هنيك اللي عليهم، يعني العرب هنيك العربيات كتير صعب إنه يشتغلوا، وإذا مع حجاب فهو كتير 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 لسه أصعب من هيك. فيعني أنا طلعت قد ما حاول إني أنا هيك كب هي الأفكار
السلبية من راسي، بس أكيد قعدت بمكان معين هيك جوا وكل شوي شوي تطلع. فطلعت وأنا محملة بهي القصص. أول ما أجيت لهون فعلا صرت أفكر أي حدا عم يتطلع فيي عم يتطلع فيي لأني أنا مبينة إنه أنا ماني ألمانية، أكيد عم يتطلعوا فيي لأني أنا مبينة عربية أو لأني مبينة أو لأني محجبة أو لأني مسلمة، أكيد أكيد أكيد، يعني ما في سبب تاني ليطلعوا فيي. وأكيد هذا الشيء بيعطي طاقة سلبية للإنسان. بعدين صرت أطلع إيه وبعدين، يعني وبعدين، يعني وبعدين إيش شو ليش عم يتطلعوا فيه هيك ما يكونوا عم يتطلعوا فيه عادي. انت لما بتمشي بالطريق بتطلع بالاشخاص اللي حواليك نظره وبتشيل عيونها بغض النظر كانوا عرب كانوا المان كانوا، واذا كان شخص غريب بجوز تاخذ نظره زياده منهم. يعني هلا لنا لما بيكونوا عنا ببلادنا يعني كسياح وبنطلع فيهم اكثر، طيب بجوز يكون عباره عن نظره اعجاب، بجوز تكون عباره عن نظره مرحبا انه هي انت حدا جديد عنا بالبلد. طيب خلص قررت صدق انه هنن هيك عم يتطلعوا فيي. كنت بدي اقول بس شغله قريتها بكتاب بتقول انه النظر مو بس بالعيون وانما النظر بالعقل، والشخص مثل ما بينظر للناس بعقله بينظروا له الناس. هذا هو اللي صرت اشتغل عليه، انه انا اقنع حالي بشي وصدقه. يعني تخيل حتى لما بكون عم سوق سيارتي بتطلع هيك انه اذا واحد اتطلع فيي هيك انه تطليعه مثلا مر من جنبي بجوز ما عجبته سواقتي، بس مو لاني انا، بجوز لانه هو ما بيحب انه المرة تسوق سيارة وبيطلع انه هي النسوان ما بيعرفوا يسوقوا مثل نظرتنا كليات، كل الرجال هيك بيطلعوا بالنساء بغض النظر اذا كانوا عربيات ولا اذا كانوا محجبات او غير هيك. ما له الموضوع علاقة فيي كشخص، بجوز له علاقة فيي كأنثى مثلا، وبجوز له علاقة باني انا كنت عم سوق غلط. هيك ترجم الأمور عشان ما أخذها بطريقة شخصية تنعكس علي أنا، يعني لأنه أنا ما بقدر أغير نظرة المجتمع كلياتها بلحظة واحدة. أو بالعكس أنا بجوز مثل ما قلت لك يصير عندي مشكلة إني أنا بطل أطلع على الشارع أو بطل أعبر عن حالي أو غير حالي بما يتناسب معهم، ومع الوقت بطل أنا أعرف حالي. ولحتى أرضي الآخرين بجوز أوصل لمراحل مثل ما قلت لك ما بعرف أنا حالي، وما بتخلص دائرة إرضاء الآخرين. تماما 100%. ملكة بعد شهر بألمانيا، وهي الشغلات اللي كانت حاططها براسها من أساسا من ناس أخدتها، هي ما كانت عايشة بألمانيا وإنما تماما قيل عن قال. طيب ملكة هلأ بعد ما عملت تجاربها بنفسها وهلأ هي صارت تقدر تعطي تجاربها للعالم، شو بتقول ملكة لملكة اللي اجت على ألمانيا بعد شهر؟ شو الشغلات اللي انت سمعتيها وبتقولي هلأ بالوقت الحالي مزبوطة، وشو الشغلات اللي سمعتيها من زمان من رفقاتك او من العالم وهلأ بتقولي انت هذا الكلام ابدا ما له مزبوط؟ انه هاي البلاد اذا انت حاولت وهميت عن جد من قلبك مو بس جسديا، ها يعني ما بيكفي انك انت تقوم فقط، هن تنتين سوا، انك تكون مآمن بالشي اللي عم تعمله وشايف النجاح والنتيجة يعني مأيقن بوجودك، هذا بيخليه. يعني انت ما بيكفي انك ايه انا والله قمت اشتغل والله ما لقيت شغل قمت ايه، ما بيكفي هيك، بده يكون بلحظة ما انت قررت تقوم مآمن انك حتلاقي شغل، هي بس مسألة وقت، بس 100% حلاقي شغل، اذا مو هذا الاسبوع الاسبوع الجاي، اذا مو بهذا المكان بمكان تاني، بس 100% لحلاقي. فهي اول فكرة انك انت تكون مآمن بانك حتلاقي نجاح اللي انت بدك اياه، مآمن فيه وبنفس الوقت انك عم تشتغل عليه بجسدك، يعني كمان عم تقوم وترقد ما عم تستنى لحتى يجي لعندك. ما في حدا هون حاطط احطاطه من احطاطك ابدا مين من كان يكون، لانه اذا في ضدك واحد في معك عشرة، واذا ضدك عشرة بكفي انه يكون معك ايمانك بالله عز وجل وايمانك بذاتك لحتى توصل لاي مكان. مع اني انا ماني كتير من الاشخاص يلي يعني اللي يعني كتير بيآمنوا بالطاقة بعلم الطاقة انه نحن منجذب الاشياء الايجابية لعنا لما بدنا اياها تصير، ومنجذب الاشياء السلبية كمان لعنا لما منكون لانه لما بنحكي بالشغلات السلبية. انا ما كتير مآمنة بهذا الحكي 100%، بس بنفس الوقت مآمنة بانه نحن لما منكون مآمنين بالله عز وجل اولا فهو بيسخر كل شيء بالكون لحتى يكون بخدمتنا، تالي اكيد اللي بيكون بده الخير
بيجي لعنده الخير، واللي بده الشر كمان هو اللي حيروح لعنده ويجيب الشر لدائرته المحيطة فيه. فهذا اللي بقوله لملكة وبقوله لأي شخص اجى على ألمانيا، أنه ما تفكر في حدا ضدك، ما في حدا ضدك بهاي البلاد إلا الأشخاص السلبيين اللي أنت بعد عنهم. كون مآمن بحالك وما تسمع لتجارب الآخرين إلا الإيجابية، والسلبية ما تسمع لها. بجوز هيك حطها بدائرة الأشياء اللي هيك بالصوت الواطي، يعني من باب الحذر ليس إلا، بس ما تخليها بالأشياء اللي صوتها دائما عالي، يعني خليها هيك بالخلفية تبع الأشياء اللي بتسمعها يوميا، ما تخليها دائما هيك أول شيء بتسمعه كل يوم. تمام. طيب ملكي، هلأ أنت مثل ما قلتي إنه عندك الله يخلي لك ابنك الصغير وعندك زوجك، وبتخيل أنا على هوا ما فهمت إنه أنت طلعتي عن طريق زوجك اللي هو إجي أول شيء على ألمانيا. وملكي أنا اللي حاب أعرفه منك، شو الصفة أو شو كان مكان زوجك بوصولك لهذا النجاح اللي أنت فيه بألمانيا؟ محمد أكيد يعني ما كان رجل الشرقي الحديث يلي نحنا يعني دائما منقول إنه الرجل هو، يعني بشكل عام الرجال بهذا، يعني هلأ اللي بنسمعه ما عم بحكي عن هلأ هاي الزمن هذا الزمن، بس بشكل عام نحنا الرجال الشرقيين من 20 سنة 30 سنة وجايين عندهم إنه لا، المرأة مكانها البيت أكتر على كل من أولها. يعني كنا نسمع بصالونات نسائية قديمة، صالونات الأدبية، صالونات اللي طلعت مي زيادة وماري العجمي وكل هدول، هلأ ما عدنا نسمع عنهم لهدول الصالونات. معناتها أنا الرجل الشرقي الجديد هو اللي ما عم بيسمعنا صوت المرأة، ومو بس الرجل الشرقي، احيانا السيدات الشرقيات هلا دائما كلمه المراه ما لها غير بيتها، ما لها غير اولادها، الام دائما بتضحي كرمال اولادها وجوزها وعيلتها. هي بس هيك كلمه لحتى نخفف من وجعها انه هي خلص صارت مقبوره بهذا البيت. فمحمد ما كان هذا الرجل، ما كان عم بيقول لي انه لا انت قاعدي بالبيت وطبخي وانفخي وكنسي وربي الولاد، لا. لما هو بيعرف انه انا عندي طاقه وبيعرف انه انا بحب اني وين ما كنت اشتغل واعمل اسمي واي مجال فوته بين كانه اول حدا بفوت بهذا المجال، فترك لي المكان وساعدني، رغم انه هو كثير بيتعرض لانتقادات من ناس بيقربوا له او ناس بيرافقوه او يعني كلمات احيانا بتوصله هيك انه والله كثير منيح انك سامح له، يعني بيحسسوه انه هو يعني انه يعني هو يعني يعني عامل شيء كتير كويس انه سمح لي، لانه انت بتعرف انه بتقدر ما تسمح له، وبتعرف انه اللي عم تعمله هي شيء كمان ممكن يكون شيء عم يطغى عليك، فيعني انه كتير انت كويس. ها يعني هاي الكلمات اللي ممكن تكون من شوي شوي عم تدقر على طرف ممكن يكون بيسيء حتى لا 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 للشغل اللي انا عم بشتغله، فهو دائما كان ما يسمع هاي الاصوات، وهذا الشيء كان كافي لأنه يعمل لي دعم. ولا مرة كان يسمعني هذا الحكي أو يقول لي أنه أنت بتعرفي أنه أنا بسمع حكي كتير من وراء أنه أنا تاركك عم تشتغلي، بتعرفي أنه أنا كتير بيسمعوني حكي أنه مرتك عملت ومرتك مساوية، أو أنه يي أنت مثلا، هي مجرد فكرة أنه هو مثلا حدا بيقول له أنت زوج ملكة كعبارة يقول له أنه شايف أنت عم تعطيها أكبر من حجمها. هي الشغلات كان دائما ما يسمعني إياها حتى ما تأثر علي، رغم أنه أنا بعرف بوجودها. فمحمد دوره كان داعم بشكل كتير كبير. طيب ملكة، تخيلي هلأ معي هدول الأشخاص يلي كانوا عم يحاكوا لجوزك ويقولوا له إنه منيح لي سامح له، عم يوحوا له بشكل أو بآخر إنه هذا الشيء اللي هي عم تعمله بس بفضلك، وهي ما ممكن تعمل هذا الشيء إذا أنت ما أعطيتها الإذن. شو بتحبي تقولي لأي شخص، لأي رجل بالضبط، لأي رجل حاسس إنه مرته ممكن، مرته أو بنته أو أخته حاسس إنه ممكن هي تعمل مشروع كبير وممكن تعمل إنجاز ضخم، بس هو كتير متعلق لساعته بهي التفاصيل الصغيرة اللي هلأ أنت حكيتي عليها؟ شو بتحبي تقليله كرمال عن جد يساعد مرته، يساعد بنته، يساعد أخته مثل ما محمد ساعدك؟ ما في شيء ممكن قوله لشخص هيك يعني كلمة على 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 وتر حساس عنده صراحة، لأنه اللي ما نوم آمن بفكرة أنه نحن كلياتنا سواسية وكلياتنا يعني في عنا واجبات لازم نعملها بالحياة،
والعمل هو واجب من الواجبات، وهو بنفس الوقت حق من حقوقي. يعني هذا الشيء اللي هو حق وواجب بنفس الوقت، واجبي تجاه المجتمع اني انا اشتغل فيه، وحقي كمان اني انا اعبر عن نفسي بهذا المجتمع. فهذا الشيء كمرأة وكرجل، بالعكس فوق كل هذا المرأة عندها شيء تاني، انه هي تكون مربية وام. فهو لازم بدل ما انه يقول في وما في يقدم له دعم. هذا الحكي اذا هو ما كان عنده هيك احساس شو بفكرة المساواة، او خليني اقول لك العدالة، لانه انا ما بحس انه نحن لازم نكون متساويين، لانه اذا كنت متساوية مع الرجل حافقد كتير جزء من حقوقي. فانا مع فكرة العدالة. فهو لو ما كان شايف انه نحن في عدالة بيناتنا، كتير صعب له شو من كان الحكي، سواء كان حكي علمي لحتى يثبت له قديش انا اذا ما اشتغلت بهالمجتمع ممكن يكون ضرر للمجتمع بارقام ما رح يفهم، وإذا أخذته بالعواطف وقلت له قديش ممكن المرأة تكون عم تبني المجتمع وعم تعمل بالمجتمع ومفيدة بالمجتمع، وإذا هو مو من جوا مآمن حتى الكلام العاطفي ما حيأثر فيه. فأنا بس بدي أقول أنه الرجل يبطل يطلع على المرأة أنه هي بما أنه عندها شعرات وبما أنه هي بتختلف عن بنيته الجسدية بأنه هي أضعف منه، هي أقوى منه، لأنه بالأخير في كتير آلام هي بتمر فيها من الولادة إلى الرضاعة إلى التربية، هو ما بمر فيها. مو بقصد أنه هي الأقوى وهو الأضعف، بس لا، هي بطرق بأماكن معينة هي الأقوى، مثل ما هو بأماكن تانية هو كمان الأقوى. يتركها تعبر عن نفسها من غير سطوته، مثل ما هي رح تتركه كمان يشتغل من غير ما تأثر عليه. مثلاً كمان أنا برفض أنه المرأة اللي بتضل بتقول لجوزها ما لازم تشتغل بالوقت متأخر، كمان ما لازم تعمل، ما لازم تساوي. يعني أنا ضد أنه الطرفين يكونوا عم يأثروا على بعض بطريقة ممكن تحد من نشاط أحد الطرفين. يعني هي رسالة للاثنين، بس نحن بالغالب أكيد هي المرأة اللي بتكون مظلومة بمجتمعاتنا، فبتكون رسالتي موجهة أكثر للرجل أنه يتعامل معها بعدالة أكثر من الشيء اللي شايفينه بمجتمعنا، ويتذكر أنه أمه امرأة يعني وأخته امرأة، فكمان ما يتدخل بنساء الآخرين. إذا هو ما بده مرته وأمه وأخته وبنته يشتغلوا، على الأقل ما يتدخل بنساء الرجال الآخرين ويورجي أنه أنت مانك رجل لأنه عم تخلي زوجتك تشتغل. إذا أنت مانك قدران تغير من نظرتك الذكورية، لا تطلع على نساء الآخرين إذا سمحت. بس هيك نفس الرسالة بوجهها للنساء، يعني حبيبتي إذا أنت مانك قدرانة تقولي لزوجك أنه أنا بدي أشتغل وأنا بدي أبني نفسي، أو ما بتقدر تقولي لمجتمعك أنه أنا بدي أعمل وساوي وا وا وا، لا تأسري على السيدات التانيين تمام بكلمات ممكن تدخل لداخليتهم وتأثر بعملهم وتضايقهم، ولحظة من اللحظات تسبب لهم هيك شوية مشاكل نفسية، أو تأخذ شيء من جهدهم وقتهم لحتى يروحوا يقنعوكي أنك يا تكوني مثلهم يا تحلي عنهم. ببساطة تمام. طيب شو بتقول ملكة لملك الإنسان، ملكة سيدة الأعمال؟ بيعرفوها معظم الناس اللي بيتابعوا حياتها اليومية عن طريق الإنستغرام، عن طريق المقابلات وما إلى هنالك، ولكن شلون حياة ملكة الإنسان، ملكة الأم، ملكة الزوجة، وملكة لنفسها؟ يعني أنا مثل ما فهمت منك ملكة أنت بتروحي على الشغل الساعة تقريبا 9، بترجعي الساعة 10 أو 11 بالليل، ويعني يعني ما أنا بنفسي ما بقدر. ما في حياة، ما في حياة، صفر صفر صفر. حياتي أكيد لملكة هي صفر مكعب مثل ما بنقول، هذا إذا ما كانت بالناقص يعني بالسلبي. ما في شيء بيتاخد هيك كله جملة واحدة أصلاً. هي الصورة اللي بتظهرها السوشيال، وأنا دائماً حتى على السوشيال ميديا بحاول ورجي الحقيقة. يعني حتى الصور اللي بتكون عندي على السوشيال ميديا تكون صور عن جد طبيعية. يعني حدا متخيل انه في حدا بيشتغل طول الوقت عنده وقت يوقف وياخد كل يوم مثلا يعمل هيك فوتو سيشن ويكون لابس افضل الملابس وواقف احسن وقفة؟ لا يعني كيف اصلا؟ يعني هذا كله ياته بياخد جهد وتعب ووقت انا ما عندي اياه لحتى اعمله صراحة.
فأنا على الصعيد الشخصي حياتي صفر مكعب على صعيدي إلي، يعني أنا كملكة. ابني الحمد لله لدرجة معينة، يعني أنا هلأ لهالعمر ابني عمره 3 سنين، اللي بيهمني فيه واللي كتير كل العالم المحيطين فيه بيشوفوا إنه هو بيحكي عربي كتير كويس، معناته أنا في حوار بيني وبينه. يعني لما بيحكي عربي كتير منيح، بيحكي حديث مثل أنا وياك عم نحكي الحمد لله، فهذا دليل إنه أنا بالأخير عم بحكي مع ابني وفي تواصل بيني وبينه. كتير حدا حساس، كتير حدا عاطفي، معناته كمان عم بعطيه عواطف لحتى الحمد لله في عنده عواطف وبيقدر يعطيها للعالم المحيطين فيه، معناته أنا نوعا ما ماني مقصر عن ابني. ما في عنده أي مشكلة بولا شيء، لا يعني إذا لا في تأخر نطق، بالعكس بيحكي عربي وبيحكي ألماني كتير كويس لأنه بيروح على الكيتا، يعني بيتعامل مثل أحسن ولد عمره 3 سنين. فبالنسبة لحسان أنا مرتاحة. بالنسبة لمحمد أكيد دائما نحن بنكون مقصرين بحق بعض، مقابل إنه نحن ما نكون مقصرين بحق حسان. يعني أنا مقصرة بحق حالي وأكيد مقصرة بحق محمد، ومحمد بجوز يكون مقصر بحقي ومقصر بحق حاله، بس الشخص الثالث اللي نحن دائما بنحاول ما نكون مقصرين بحقه هو حسان، لأنه يمكن أنا أكون حرة تجاه نفسي بس ماني حرة تجاه، وأكيد أنا مثلا مقصرة بحق حالي أكثر ماني مقصرة بحق محمد. يعني دائما أنا حدا قلت لك صفر مكعب اتجاه نفسي، مهم ما أكون اتجاه محمد وحسان بالدرجة الأولى صفر مكعب بس هيك. وهذا الشيء بحاول دائما حتى على السوشيال ميديا، لأنه أنا بحس السوشيال ميديا هلأ صارت كتير بتعطي طاقة للعالم، وبشوف قديش في عالم بيعطوني طاقة سلبية لما بيورجوني إنه الحياة يعني بامبي والحياة كتير لونها زهري وهي مانا هيك، وبعرف إنه حياتهم كمان الشخصية مانا هيك بس قدام الكاميرا بيضحكوا، وهذا الشيء مو دائما صح. لازم تورجي العالم، إذا أنت قدوة لازم تورجيهم الحقيقة، لأنه هن عم بيفكروا لما عم يطلعوا حياتهم ما عم بيلاقوها بامبي، وعم بيشوفوا حياتك بامبي، فهن عم بيطلعوا إنه يا الله نحن الغلط فينا. لا لا لا، هي بس ما نقلت لكم الحقيقة. فأنا دائما بحاول أكون عم بنقل الحقيقة، حتى لو كان من طرف تاني العالم عم بيقولوا إنه لا خبي شغلات، الشغلات السلبية خبيها. لما ما بكون عاملة شخصية عامة بخبي الشغلات السلبية، بس لما بكون عاملة شخصية عامة لا، لازم أعطيهم إذا في شيء سلبي لحتى ما يفكروا إنه بس هن اللي عم بمروا بالمشاكل وأنا حياتي كلياتها بيرفكت. أنا بتشكرك من كل قلبي لأنه أنت عندك هاي الفكرة وبتحاولي كمان تأرجي العالم إنه الحياة فيها شيء مر وصعب ومو بالسهل إنه نعيشه، وفيها شغلات كمان حلوة. فهي النقطة تبع إنه الناس اللي بتأرجي الحياة لبرا، يعني مثل ما قلتي بامبي، حاستعير الكلمة تبعك. فيعني هدول الناس عن جد هنن كتير بيأثروا على الحياة العامة للأشخاص، وبيسببوا مشاكل زوجية، بيسببوا مشاكل عائلية وما إلى هنالك. فهي الشغلة كتير يعني بالنهاية شغلة يعني بتشكرك عليها. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، بما أنه أنت كمان طباخة شيف ملكة، شو الوصفة اللي بتعمليها كرمال بالرغم من انه انتي ومحمد مقصرين بحق حالكم تقدروا تتغلبوا على هاي المشاكل؟ لانه الحياة الزوجية فيها دائما مشاكل، ما في اي حياة زوجية ما بيكون كل يوم فيها مشكلة معينة. فشو شو الوصفة اللي عملتيها وشو المقادير تبعاتها كرمال انه دائما انتوا ترجعوا وترجعوا وما يكون في عندكم مشكلة وتكونوا فوق هاي المشاكل كلها؟ يعني أعتقد النجاح هو أحلى وصفة. يعني لما محمد بيشوف نتيجة يعني أنت لما بتشوف مقابل تضحياتك نتيجة، فبتصير هيك بالنسبة إلك يعني مثل مسكن بلسم، خليني أقول لك، لكل الشغلات المرة أو القاسية. ففعلا لما محمد أو أنا بنشوف نتيجة تقصيرنا بحق حالنا عم ينعكس علينا نجاح أو تطور بعملنا، فمننسى شوي، منقول يلا أنا بشوف إنه إن شاء الله ال10 سنين، بعرف إنه حدا بده يقول 10 سنين إيه طب ليش حتى أضحك حالي؟ يعني أنا ما بعتقد قبل 10 سنين رح لاقي نتيجة لحتى هيك أقعد ويكون عندي وقت لحتى شوي أقعد لحالي أكتر، أقعد مع حالي أكتر. بعتقد أنه بس هي الوصفة، النجاحات هي اللي بتخليني شوي
يعني أصبر زيادة، وبتخليني أسكت عن المشاكل اللي بتصير، ولا شيء سوى النجاحات. يعني أكذب عليك أقول لك إنه يعني ما في شيء تاني. حتى أحيانا هي النجاحات بقول إنه يا الله يا ريت قاعدة هيك ما عم بعمل ولا شيء. أحيانا هيك بيجيني كمان أفكار، بس عايشة حياة طبيعية، بشوف صورة بمكان معين، بتطلع هيك قديش بيبعد هذا المكان عن بيتي، 3 ساعات مثلا بالقطار، يلا بكرة شو رأيك نروح عليه؟ أنا ما عندي هاي الإمكانية، لأنه أنا بكرة عندي شغل، وبعد بكرة عندي شغل، وجمعة وسبت وأحد هدول أكتر أيام في عندي فيهم شغل، يعني ما عندي راحة. تخيل حتى يوم التنين اللي هو عطلتي بالغالب هو الوقت يلي نصه بيكون عندي فيه، مثل مثلا اليوم بعمل فيه مقابلات، بطلع لحتى أعمل، بدي أعمل شوبينج للمطعم، يعني ما بيكون فاضي لإلي. فتخيل أنا حياتي نوعا ما زيرو. كثير أحيانا بيجي على بالي تكون حياتي مثل كل البنات، بتشوف مكان تطلع عليه، بس بتشوف على الماب قديش بيبعد عنا، وشو شو الأوبانات أو شو القطار اللي بتاخده، وهي هي هاي هي أكتر شيء بتقدر يعني هذا الشيء اللي بيكون بمساحة الحلم تبعه، قديش بيبعد، وشو الأوبان اللي بدها تاخده، أو شو القطار اللي بدها تاخده، وانتهى الموضوع. بس أنا ما عندي هاي هذا الشيء، أنا ما بقدر أعمله ولا بقدر أفكر فيه كمان. وأحيانا بتمنى إني أنا يكون ضمن مخططاتي يعني، بس بعتقد بعد 10 سنين إلا ما أكون شوي حطيت هيك، نزلت عن كتافي. أنا هلأ بمرحلة بناء براند، مطعم، الكتاب، برامج تلفزيون، أكيد مو هاي الشغلات بس اللي بدي إياها. بس حاليا أنا وصلت خليني أقول 20% من اللي بدي إياه، ولسه 80%. بس دائما البدايات هي بتكون أصعب، فأعتقد هي 80% لسه بدها هيك شي 10 سنين. بتمنى لك كل التوفيق، ويعني الشيء اللي عم تقولي عليه انه انت وصلتي ل 20%، في كتير ناس ممكن تفكر انه اذا وصلت للشيء اللي وصلت له ملكة بتكون وصلت ل 200% من الله طموحاتها. يخليك ف الله يخليك. أي بس بس انا بقول لهم اوعى، يعني قصدي ما تخلوا في سقف، يعني ما تخلوا سقف. وحتى يمكن لو وصلتوا لل100% بجوز تطلعوا، مو بيقولوا لك الطمع بالدين، شو يعني؟ يعني الطمع، يعني الطمع بالاشياء المفيده، خليني اقول لك كرمال ما حدا ياخذني بمنظور ديني، الطمع بالشغلات المفيده. يعني ما تكوني طماعة تكوني أجمل إنسانة من برا، كوني طماعة تكوني أجمل إنسانة من جوا. ما تكوني طماعة إنه يكون معك مليار دولار، كوني لحتى تشتري الأشياء اللي بدك إياها، كوني طماعة ليكون معك مليار دولار لحتى تبني نفسك أكثر وتغيري شيء مثلا بالمجتمع بهالمليار دولار. يعني فدائما خلي في عندك سقفك هيك مرتفع، وكل ما طلع هذا السقف وصلتي عليه رجعي ارفعيه اكثر. يعني ما تخلي، يعني السقف خليه مو مادي، معنوي، عرفت علي شلون؟ متغير، كل ما وصلتي له رجعي كبري، كل ما وصلتي له. فحتى هي 80% بجوز بعد ما اوصل له قول اني انا ما وصلت غير ل 20% ولسه في 80%، لانه ملكه السنه الماضيه بجوز كانت تفكر انه اكثر شيء بدها اياه يكون عندها مطعم، ولما حصلت عن مطعم صار لا مو هذا اكثر شيء، طلع في شيء ثاني، مو من باب الطمع أو لا، من باب إنه أنا بدي أعبر عن حالي أكتر، بدي رسالتي توصل أكتر، وشفت إنه من هون لسه ما وصلت، لسه في شيء تاني. تمام. ملكة، مثل ما انت هلا قلتي لي انه انت عندك حياتك الشخصية كملكة صفر، وانت بتشتغلي تقريبا كل يوم، وحتى وقت ما تكوني بالشغل انا متأكد 100%، لانه انا بعيش نفس التجربة تبعك. كمان انا عندي إنه شغلي أحرق الخاص. حالي قصدك، تماما خاف. تماما تماما. فيعني اي انا اكيد الفكرة اكيد. تبعي يعني انا امتى بدي اجيب 10 سنين تانيين من حياتي لما اكون من 30 لل40؟ هدول احلى 10 سنين بحياة الانسان. يا ترى بال40 لل50 حيكونوا نفسهم؟ لا، فاكيد يعني ايه. بس بنفس الوقت بقول انه طول ما الانسان عنده، يعني انا فيني وقف روحي من جوا وخلي حياتي دائما من 30 لل40، يعني حتى لما يكون عمري من 50 لل60 انا عمري من 30 لل40. يعني بيبقى الجسد، يعني ان شاء الله رب العالمين مثل ما لهلا عم بيعيني
يكون مخبي لي قوة جسدية أحس فيها نتيجة إنه أنا والله اللي عم بشتغله هلأ ما عم بشتغله لمصلحة ذاتية، يعني أنا كل شيء بعمله مو لإلي، وبتمنى من رب العالمين نتيجة إنه اللي عم بعمله مو لإلي شخصيا يعيني بجسمي إني أنا ما أحس حالي مع الوقت إنه أنا حرقت حالي فعلا. بتمنى لك كل الطاقة الجسدية وكل الطاقة الإيجابية لأنه أنت عندك أساسا طاقة إيجابية، بتمنى أنا إنه تضل هيك طاقتك مثل ما أنت، وكل ما تطلعي وتحكي شيء على التليفون أو تحكي على الكاميرا أو هيك بحس الشخص بدفعة من الطاقة الإيجابية. بصراحة ما بعرف إذا كل الناس بتحس سلمى بهذا الشيء مثلي، ولكن أنا يعني من خلال التجارب اللي عشتها فبتخيل إنه يعني مو طبيعي قديش الشخص بحس حاله مرتاح وهو عم يحكي معك. الله يخليك، الله شكرا يسلمك. كثير لك، إن شاء الله هيك يكون على طول. إن شاء الله يا رب. السؤال اللي بيطرح نفسه ملكة، شو الوصفة اللي الشيف ملكة بتحب تعملها للناس يلي دائما بتحبط من الآخرين وخاصة بمجتمعنا العربي؟ أنا ما عم بحكي على جالية معينة وإنما على المجتمع العربي كله، بما أنك أنت عايشة ببرلين وبما أنك يعني أنت تقريبا فيك تقولي مختارة الحي مثل ما بيقولوا، لأنه أنت بتعرفي كتير أشخاص، يعني في كتير أشخاص بيجوا لعندك من كل الجاليات العربية، وبتعرفي كتير قصص. يمكن إذا بدنا نحكي على قصص الضيوف اللي بيجوا لعندك بيحكوا لك قصصهم ما بنخلص، ايه صح. فشو بتحبي تقولي او شو الوصفة اللي بتحبي تعطيهم اياها؟ شو مقاديرها لهي الوصفة للناس اللي عن جد دائما بيحبطوا الاخرين وبيقولوا انه هذا الشيء غلط وهذا الشيء مو صح وهذا الشيء مستحيل تقدري تساوي وهي الشغلات؟ وخاصة اي شخص كان رح يسمع ملكة قبل 4 سنين شو كانت هي حابة تعمل بالمانيا، كان حيقول لك يلا ملكة شو عم تحكي هلا، خلينا عدي بهالبيت وروحي تعلمي اللغة وبعدين بتلاقي لك شي شغلة وخلصت القصة. يعني ما كان حدا حيصدقك انه رح توصلي لهي النجاحات كلياتها. فشو بتحبي تقولي لهدول الناس؟ للناس المحبطين بشكل عام بقول لهم عيرونا سكوتكم، يعني دائما، وإذا أنتوا الحياة حواليكم سودا، واقعكم أسود، طاقتكم صفر الإيجابية، ما في شيء بحياتكم حلو، أشخاص أنتوا حسودين، أشخاص بتستسلموا للأفكار السوداء، فمو ضروري كل الأشخاص يكونوا مثلكم. إذا أنتوا ناس، في كتير عبارات مثلا بتنتقلي إنه معقول نهايتك طباخة، معقول إنه ملكة اللي درست وعملت وساوت صارت بالأخير بالمطبخ. يا الله أنا مثلا ما بحس هذا الشيء، يا الله مو كتير حلو لإلك، يعني هاي طاقة سلبية. فبقول لهم خلص، اذا انتوا، في ناس بيقولوا كمان يعني شو عملتي؟ اخترعتي الذره؟ بقول لهم انتوا اخترعوها للذره، تركتها لإلكم، ومن هون لتخترعوا الذره انا حابه اني لاقي وصفه جديده على الباذنجان. بعرف انه ما حتغير شيء لا الكره الارضيه حتضل تدور، وما رح يتغير ولا شيء باني لما رح اخترع شيء جديد مع الباذنجان. بس اعتقد كمان انتوا حاليا كمان ما ضفتوا شيء جديد للكرة الأرضية، يعني غير إنكم أنتوا عم بتضيعوا وقت بحكيكم السلبي وتزعجوني وتزعجوا الآخرين. فيعني عيرونا سكوتكم. ما كتير بحاول والله يفوت بسجال معهم للأشخاص المحبطين، مشان ما ياخدوا من طاقتي والله يا عامر، ومشان ما ياخدوا من وقتي ويضايقوني وعصب وأتضايق كتير. بمر على كل الشخص المحبط والشخص السلبي، هو ما ضروري يكون شخص فاشل، ممكن يكون كمان شخص منتج بطرفه الثاني، بس هو من جوا. يعني كتير تعاملت مع شخصيات سوشيال ميديا ومشهورين ومعروفين وعندهم مئات الألوف من الفولورز، يعني بيجوا بيلفوا رجل على رجل عندي بالمطعم وبيكونوا عم ينفسوا الطاقة السلبية، مع إنه هن على السوشيال ميديا بيبينوا أشخاص يعني ما طبيعي قديش عندهم طاقات إيجابية وقديش هم أشخاص داعمين، بس لما بيشلحوا هذا القناع تبعهم وهيك بيقعدوا بتلاقيهم أشخاص فظيع شو محبطين. فما كتير بحب فوت بسجال معهم، وكتير بعد عنهم وبعد عن المشاكل، لأنه بحس إنه العمل ما بده كتير جدال وما بده كتير حروب. يعني أنا في عندي حرب بالمطبخ تغنيني عن كل الحروب الكلامية واللفظية وهي المشادات اللي ما راح تزيد شي، غير إنه حكت ملكة وردت عليها فلانة وفلانة حكت لهيك، حتى ما بكون بكل هاي الأطراف على السوشيال ميديا.
فبس هيك يعني. تمام، يعني بتخيل انا الشيء اللي فهمته من كلامك للناس اللي حابة تواجه هدول الناس المحبطين، بغض النظر مين هنن، خلاص انتوا بعدوا عنهم ولا تحاولوا مو بس، اساسا، ولا لا لا تحاولوا لا، اساسا. وشو ما حكوا لكم؟ قولوا له جد؟ اه اوكي، كثير منيح قلت لي. حتى ما تفوت معه، يعني ما تفوت معه بنقاش لتقنعه انه هو سلبي يعني. كثير والله عن جد يعني. من فترة زارني احد الاشخاص عندي على المطعم، وكان شخص كثير محبط، وهو شخص كثير معروف، وكانوا الشباب عندي بالمطعم عم يسمعوا الحوار يعني. فقالوا لي كيف تحملتي هي الطريقة البشعة اللي عم الحكي السلبي وا 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 وا. قلت لهم اني انا اذا بدي فوت انا وياه بنقاش اكبر، بجوز يوصل لمرحلة هو براسي اني انا اترك العمل وبس اقعد اتناقش هو وياه، وهذا الشيء اللي بده اياه انا ما راح اعطيه. لهيك خلص شو بدك، انه اللي عم بعمله هو شيء كتير خطأ. صح كلامك، كتير خطأ، اللي اعمله لازم غيره. والله ما عم بقدر، ما عندي قوتك وشجاعتك لحتى غير الشيء اللي عم بعمله. اه انا ما عم بخترع الذرة. صح، ما عم بخترع الذرة يعني. خلص بقى شو ما انحكى. صح صح صح. بعدين هو لحاله حيحمل حاله ويطلع برا المطعم ويموت انه ما قدر يغير شيء عندي، وما قدر ياخذ من وقتي غير هالربع ساعة اللي كانت بيني وبينه. تمام، الله يسلمك. فأنا حابب أوصل لآخر 3 أسئلة عندي بالحلقة، بسألهم لكل ضيف أنا بيجي لعندي، وحابب بلش معك بالسؤال الأول. ملكة، أو أسألك ملكة، شو بتحبي تقولي لملكة قبل 20 سنة؟ والله ما بحب، بالصدفة ترى امبارح كنت عم بفتح صوري أنا قبل، خليني أقول لك مو 20 يعني 13 سنة. ما بحب أقول شي، هديك فترة كتير حلوة، وكل واحد يعيش مرحلة حياته من غير ما يقول إنه حتى بأخطائه وبعثراته، لأنه مع يعني الحجارة اللي بتمارقنا على الطرق ممكن نبني من خلالها صرح. فلو ما مرينا فيها لهي الحجارة كنا ما عملنا هذا الصرح. فطول ما أنه هي الحجارة اللي عم نمر فيها ما عم تخلينا نتفركش فيها، فلازم تكون موجودة بطريقنا. ما بقول شي يعني صراحة للملكة القديمة، لأنه هي تطور طبيعي للملكة الحالية. ف بس يعني، وما بزعل انه كنت هي البنت اللي دائما شقية اللي دائما يعني إلي مقالب مع رفقاتي، وقديش كنت هيك ما بتشبه هي البنت ابدا. انا هلا نوعا ما هيك حدا شوي يعني متزنة اكثر من ملكة قبل 13 سنة، وهذا الشيء الطبيعي بحياتك. شفت حدا عمره 18 و20 سنة متزن؟ أنا بحس هذا الشيء مو صح، إنه الواحد هي فترة إنه الواحد يكون حريك وطاقة ومجنون وكل شيء بحدود أكيد. ويعني بالثلاثينات بصير الواحد هيك شوي راكز أكتر. يعني في حدا ما بيتذكر كيف هو مثلا حكى بالدرس وتقلع، أو كيف مثلا اتضحك على أستاذ أو آنسة أو 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 أو. طيب يعني تخيل لو كنت أنا بالنسبة لي ما كتير بحب إني أنا أكون البنت اللي قاعدة بس بأول مقعد، أو حتى لما بقعد بأول مقعد تكون مثلا دارسة وبس عم بتضحك والأستاذ ما بيقدر يعمل شيء. ليش؟ لأنه هي شاطرة، صح حركة وصح بتعمل ضجة بالصف، بس شاطرة يعني. فبعتقد انه ما بحب كون البنت اللي بتقعد اول طاولة، اول على الترابيزة الاولى، على المقعد الاول وساكتة وما عم تحكي شيء، او عم تزور الطالبات اللي عم بيطلعوا صوت. مو شخصيتي، رغم انه انا هلا لا هيك يعني الانسانة اللي ما كتير بتعمل ضجة بالحياة، ما بتعمل، ما بتساوي، هادية نوعا ما. ايه، فبس نفس الوقت بحب هديك الشخصية يعني. طيب نجي للسؤال الثاني، بحب أسألك شلون توصفي حالك ب5 صفات ملكة؟ يعني في حدا ما بيعرف حاله أكيد، بس يعني أنا حدا مثلا عندي عصبية نوعا ما، عم حاول هيك هلا شوي خففها الآونة الأخيرة. عصبية نتيجة يمكن ضغوطات إنه أنا بشتغل وبعمل وبساوي، فصار عندي يعني صرت أكتشف إنه أنا عندي عصبية. عصبية يعني طيبة زيادة، ويمكن لهيك عصبية، لأنه الطيب زيادة لما بيكتشف إنه اللي حواليه مو طيبين فبيطلعوا عنده عصبية لحتى يعبر عن غيظه أو عن 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 قهره، فبيطلعوا بطريقة عصبية. ماني أنانية أبدا الحمد لله، أبدا 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 يعني. ما في عندي
ولا شيء من الأنانية. أنا قلت الحمد لله لأني بشوفه شيء منيح إني ماني أنانية، مع إنه في أحيان لازم الواحد يكون يحب نفسه لحتى يقدر أصلا يعطي الآخرين أكثر. فبس أنا للأسف ما عندي، يعني ماني أنانية حاليا، صرت عم حاول هيك بس شوي أشعر بذاتي لحتى ضل عم بقدر أعطي اللي حولي، يعني أرجع حب حالي لحتى يصير عندي طاقة لعطاء الآخرين. يعني فهدول الثلاثة، إني عصبية وطيبة وماني أنانية، عندي اعتداد بنفسي يعني عندي ثقة بحالي الحمد لله. هي الثقة بحالي ما بجوز لأنه نحن في عنا شعرة بين الثقة والغرور، وبالغالب الشخص المغرور منفكره واثق بنفسه، فلهيك بكتير أحيان لأني أنا بسمع آراء الآخرين، بأي حدا بيفوت لعندي على المطعم بسأله كيف كل شيء تمام، الغرور عند الناس بيقولك ما تسأل، مو أنت واثق بنفسك؟ لا أنا واثقة بنفسي، وثقتي بنفسي بتقلي إني أنا أسمع آراء الآخرين، الغرور بيمنعني أسمع آراء الآخرين وأنا ماني مغرورة. الثقة بالنفس إنك أنت تسمع الآخرين وتقدر تكون صادق مع نفسك، مين يلي كلامه كان صحيح ومين يلي كلامه ما كان صحيح. فأنا عندي اعتداد بنفسي وثقة بنفسي الحمد لله، وما عندي غرور الحمد لله، يعني بكل تواضع بكل تواضع بكل تواضع، إذا هي عبارة عن صفة بس إني لازم أحكيها بحسها، يعني بتعرف المحبة بتنحس، إني إن شاء الله محبوبة من العالم، وهي بحسها صفة وصفة حلوة وبحسها، لأنه الحب شي بيبين كتير أشخاص ما بعرفهم، بسمع رسائلهم بحس قديش يعني قديش في شي رب العالمين عطانيا لحتى هنن يحبوني. فبحس انه هاي الصفة الخامسة اللي هدول اهم شي عندي بحياتي، او اهم صفات، اكيد في عندي صفات تانية بس هدول الصفات اللي بحسهم واضحين دغري، هيك حس دغري لما قلت لي السؤال دغري حسيتهم واضحين بشغلي، وحتى العالم بيقدروا يشوفوه. يعني بالنسبة لآخر صفة، أنا شخص بصراحة قلت لك بالمكالمة اللي حكينا فيها إنه أنا ما كنت بعرف كشخص، قلت لك إنه أنا كنت بعرفك من عن طريق البرنامج تبع الطبخ اللي كنت تعمليه، ولكن ما كنت أعرف اسمك. فوقت قالوا لي عليه إنه عمل لقاء مع ملكة، فقلت له مين ملكة؟ قام وقت قالوا لي مين ملكة وفتحت وشفت مين هي، قام أول شيء قلته، يعني قلته لحالي، هي اللي دائما بتضحك وهيك عندها طاقة إيجابية. فعن جد بصراحة يعني إنه هي الميزة بتخيل، أو هي الصفة يعني اللي ما حدا بيقدر يشتغل عليها، وإنما هي يا إما الشخص بيكون عنده إياها يا إما ما عنده إياها. السؤال الأخير اللي بيطرح نفسه، ملكة بتحبي تشاركي معنا القول اللي انتي سمعتيه او قريتيه او انتي كونتيه لحالك واللي بتقوليه لحالك كل يوم كرمال الملكة تكمل الطريق تبعها وما توقف ابدا؟ في شيء لسيد قطب قال لو كانت العبادة مجرد شعائر تعبدية ما استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات. كتير بوقف عند هذا الكلام، بأنه الحياة هي مو الشغلات اللي ظهرت لإلنا، يعني تماما مثل ما نحن دائما بنفكر الدين هو عبارة عن عبادة. طيب ليش لكان كل هالكمية الكبيرة من الرسل والرسالات؟ لا، هو مو عبادة، هو عبارة عن العلاقات اللي بيناتنا، هي عبارة عن التصرفات البشرية اللي بتجري بيناتهم، عن الأخلاق يلي إجوا الرسل لحتى يعطونا إياها. فما تغرنا الأشياء الظاهرية أو نطلع على روح الأشياء. فالشي العام من الدين هو العبادة، بس الشي الروحي من الدين هو التعاملات بين البشر، هو أساس الأديان. فمن هي المقولة لسيد قطب بفكر إنه أنا ما لازم أطلع على الشغلات من خارجيتها وأطلع على روح الأشياء، سواء بالدين، سواء بالمجتمعات، سواء حتى بالسياسات، سواء
حتى بالعلاقات بين الشعوب بكل شيء. ما أطلع على الشغلات من برا، فوت على روح الأشياء. يعني مقولة ممكن تظهر دينية للعالم، أنا أخذت منها يعني منظومة حياة لحتى أقول لك. بس انا بصراحه المقوله ما لي سمعانها قبل هالمره، وقدرت افهم منك عن طريق شرحك، قدرت افهم منك شو كنت عم تقصدي بالكلام، وبحسه انه كمان يعني كلام منطقي 100%. فبتشكرك كثير، وانا يعني تعلمت كمان اليوم شغلات جديده بتفيدني كرمال انه وصلت للشيء اللي انا كمان حابه عن طريق الطاقه الايجابيه اللي انت بتبعثيها من وقت بتحكي، وعن طريق كمان قديش الواحد تشوف قديشك انت شغوفة انك توصلي لهذا الشيء، وانك انت حاطة براسك يعني كسيدة اعمال حاطة براسك الهدف اللي انت حابة توصلي له. الله يخليك يا عامر، شكرا كثير لك. ان شاء الله اكون اعطيت شيء او رديت شيء للاشخاص، لانه كمان الاشخاص بيعطوني طاقه ايجابيه. فبتمنى لكل الاشخاص اللي عطوني طاقه ايجابيه يكونوا عم برجع اعطيهم جزء من هاي الطاقه الايجابيه لإلهم. بتشكرك كتير من كل قلبي، وبتشكرك على وقتك وعطتيني من وقتك اليوم، بما مع انه انت اليوم عندك الاستراحة تبعك. بتمنى لك يوم حلو، ونخلص الحلقة حابب منك تبعتي رسالة. تخيلي انت هلا ملكة معك موبايل، وفيكي تبعتي من هذا الموبايل رسالة لكل العالم على الكرة الأرضية، رسالة SMS، شو بتحبي تكتبيلهم بقلبها؟ كلنا من آدم وآدم من تراب، فإذا كان هو حدا مفكر حاله عظيم فهو بالأخير تراب، وإذا كان مفكر إنه بلده وجنسيته عملته شيء غير عني فهو أنا وياه آدم، وإذا مفكر إنه لأنه خلقان بلون غير لوني فهو أحسن مني فكلنا آدم، وإذا مفكر إنه هو رجل وأنا أنثى فيتذكر إنه كلياتنا من آدم، حتى أنا بالأخير جزء منه، فكلنا واحد، فخلص يعني. بس هي الكلمة اللي بقولها، لا ظالم، لا ذكر، لأوروبي، لأمريكي، لعربي، لملك، لحتى الشخص الفقير، الشخص اللي مفكر إنه هو يعني أقل مني، فلا، كلياتنا شي واحد. بتشكرك من كل قلبي، وبتشكرك على صراحتك معي بالحلقة، وعلى وقتك، وعلى الكمية الكبيرة من المعلومات اللي قدرتي تعطينا إياها من حياتك الشخصية الخاصة. وبتمنى لك التوفيق والسعادة، وبتمنى لك كمان من كل قلبي بالأيام الجاية يكون عندك وقت كرمال ترضي ملك الإنسان، مو بس ملكة سيدة الأعمال. هذا اللي بتمنى لك شكرا. يا من كل قلبي، لأنه هذا الشيء كتير بيهمنا كرمال الملك تضلها بهمتها وبقوتها وبإيجابيتها. إن شاء الله يا رب، اللهم آمين. كلياتنا ناخذ الشغلات اللي بدنا إياها من الحياة على صعيدنا الشخصي وعلى الصعيد المجتمعي، ونكون موازنين ومتوازنين يعني. عجبتك الحلقة وانت حابب تدعم القناة؟ اذا انت بتسمع القناة على ابل بودكاست او ايتونز، فيك تترك لنا تعليق وتعمل تقييم كمان للقناة، وهذا الشيء بيساعدنا كتير كرمال انه دائما تكون هاي القناة ظاهرة لكل الناس وتنسمع من كتير عالم. انا رح اكون شاكر لك طول العمر اذا بتاخد دقيقة من وقتك وبتعطينا تقييم للحلقة. بتشكرك كتير من قلبي، بتمنى نضلكم بخير وسلامة، بنشوفكم بالحلقات الجاية، سلام. Das war's schon wieder mit Deutsch Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.